الخبر الثاني وهو متعلق باجتماع بيتم في هذه اللحظات وهو اجتماع على اعلى مستوى ما بين مين الاتحاد الافريقي لكره القدم والعديد من اللجان المعنيه داخل الاتحاد الافريقي بشان تنظيم مباراه النهائي على استاد القاهره يوم السبت والاطراف المعنيه الاخرى في هذا الاجتماع النادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم هذا الاجتماع حاليا بيتم عبر الفيديو كونفرنس الاجتماع عشان طبعا نتيجه الوقت وصعوبه تحرك كافه الاطراف في الايام القليله للاجتماع الهام ده بشان التحضير لمباراه يوم السبت فتم الاتفاق ان الاجتماع اللي بيتم الان وانا بتكلم معاكم الاجتماع شغال دلوقتي عبر الفيديو كونفرنس بحضور مسؤول النادي الاهلي ومسؤول الاتحاد المصري وعدد من المسؤولين ومدير الادارات في الاتحاد الافريقي لكره القدم الهدف من الاجتماع التنسيق حول كافه الامور التنظيميه في مساله دخول كبار الضيوف وكبار الزوار ومنصه التتويج والمراسم المتعلقه بتسليم الميداليات وكاس البطوله واعتقد الاتحاد الافريقي حريص جدا على ترتيب كل هذه الترتيبات مع النادي الاهلي اللي مشكل لجنه اساسا بقاله اكتر من 3 4 ايام وعمل اجتماعات متواصله بشان هذا الملف لان باذن الله نهائي دور الابطال بين الاهلي والترجي سوف يشهد تنظيم على اعلى مستوى من كافه الجوانب التنظيميه سواء من الكاف او حتى مع النادي الاهلي واتحاد الكره معني كمان بالتنظيم مع النادي الاهلي في هذا الشان وهناك شركات لها علاقه بالتامين وبالاعلام والاعلانات والتسويق معنيه بهذا الاجتماع اللي بيجرى في هذه اللحظات عبر الفيديو كونفرنس بين الكاف والاهلي والاتحاد المصري لكره القدم.